السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله أنا بخير، الحمد لله، بفضل الله في نعم. شيخ مصطفى، شيخ مصطفى، في أم تعق بنتها المتزوجة، يعني البنت متزوجة وعندها أبناء. لا تسميها تعق، لأن ما ورد هذا الاصطلاح للأمهات مع البنات، إنما تظلم، ممكن تقول تظلم ابنتها، ماشي. طيب تظلم البنت. بحيث ان الست دي يعني بتكذب على بنتها كتير، بتستغلها في النفقه، بتروح موارد، لو عندك فكره عن نظام الموارد، تروح موارد لحالها كده، جوزها متوفي اللي هو ابو الزوجه نفسها وابو البنت، يعني بتروح موارد الحقيقه تجلب العار. البنت او الام؟ الام نفسها، الام، يعني الام، الام ليست بمستقيمه. بالضبط، هي منحرفة بالفعل يعني. أيوة. وبعد فهي البنت عايزة تبر أمها، يعني بمعنى صح عايزة تنجو من عذاب الله سبحانه وتعالى، أو مش عايزة تعق أمها. أنا قلت لها، أخذت الفتوى من كلام الشيخ مصطفى، قلت لها على، يعني قلت لجوزها على الأقل، على الأقل ليها حق الإسلام، السلام عليكم، تسأل عليها، تروح لها إذا تعبت أو مرضت أو كده، وتحاول بقدر الإمكان تقلل اللقاءات أو الزيارات، لأن دخول البيت ده في سؤال، في سؤال بس يعني اسمح لي. طب. هل الأم أمرها قاصر على الشرك أو تفعل كبائر كالزنا ونحوه؟ الله أعلم، الله أعلم، لكن أنا ما بسميش أحد، أنا لا أسمي أحدا الآن، لكن إذا كان العمل قاصر على الشرك فعقاب الشرك عند الله سبحانه، لكن قال تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، وقال تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. أما إذا كانت الذنوب أو المسائل تتمثل في كبائر أخر، كبائر أخر يخشى على البنت أن تقع فيها أو تلوث سمعتها، فتعتزل. بارك الله فيكم.